عندنا ملف الإدمان خصوصا السواقين، الوزارة عملت فيه ايه؟ عندنا سواقين والحرفيين والشباب الموجودين في كافة، حتى في الريف صدقني، يعني أنا بقول إحنا بنقول الفئات اللي قد تبدو قليلة نلحقها قبل ما تكبر. إحنا أولا يعني يمكن القانون اللي عمل يعني اتكلم على الموظفي القطاع الحكومي والعامل، يمكن القانون بتاع فصل الموظف قللت النسبة. كنا عملناها من سنتين، من حوالي 2018 19 كانت النسبة حوالي 8%، دلوقتي بقت 0.5%. فالقانون ردع بلا شك. السائقين كشفنا السنة فاتت على 16,000 سواق، نزلت النسبة من أيضا 12 الأول ف6، السنة دي بقت 1.8 أو 1.7. بندخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب والريف، لأن نسبة هو الفئة المدارس والجامعات في إدمان؟ في تعاطي، يعني احنا مش هنستنى لغاية ما التعاطي يبقى إدمان. نسبة التعاطي عندنا 5.9، عالميا هي 5.3، فاحنا أعلى شوية. التعاطي طبعا ده أقل، في المدارس والجامعات. بس عايز أقول إن ال 5.9 دي كانت أيام الثورة كانت 10، فالحبكة الأمنية يعني. قللت، وجهودنا طبعا، لكن الحبكة الأمنية من وزارة الداخلية قللت، فنزلنا ل 5.9 وإن شاء الله في سبيلنا. التعاطي كان 3.4، بقينا 2.3، فدي برضو يعني احنا بنقيس التحسن تدريجي. عندنا حوالي 28 مركز تعافي للإدمان، في سرية تامة، في خصوصية، في مجانية. إن شاء الله هنوصل لغاية 33 مركز إن شاء الله. بنهاية العام القادم. في نسبة الشباب الأكثر إقبالا على دوت من 15 ل 24، وهو ده سن شبابنا الناشئ. في الإدمان والتعاطي البنات أكتر ولا الولاد؟ الولاد أكتر، بس البنات بدأنا نرصدها 6%، كانت الستة دي مش موجودة عما قبل، كانت أقل بكتير أو كانت غير مرصودة بشكل دقيق. لكن دلوقتي في شفافية، والخط الساخن 16023 فتح المجال إن الناس تبقى أكثر ثقة وتلحق، لأن لازم يجي والرغبة داخلية. لكن إحنا يعني مع طبعا وزارة الداخلية بتبذل جهود كبيرة في يعني رصد أيضا العرض، وفي حبك القبضة الأمنية خاصة على في المناطق اللي بيدخل فيها. احنا بنشتغل على الطلب، بنتعاون أيضا مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة في الكشف على السائقين وفي الكشف على الحرفيين وعلى موظفي الدولة، بناخد البيانات من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. فيعني الخير قادم، وربنا يعافي شبابنا ويحميهم، لأن أنا مش بقول ده أزمة أسرة، دي أزمة اقتصاد وأزمة بلد. ربنا يعافي شبابنا ويحميهم. متفائلة بالخير جدا برغم أي أزمة، يعني بنخرج أكثر إصرارا وأكثر عزيمة. دي طبعا نعمة من عند ربنا، لكن كمان الدولة فتحت دلوقتي طريق العزيمة، فيعني لعلنا نكون قادرين على دوت ويعني نحققه مع بعض ان شاء الله، وبلدنا تستحق دوت. فيعني يعني ارواحنا على ايدينا ليها. يعني بنشكرك على وجودك معنا مع الوزير.